Ladies and gentlemen, please welcome Chad Mukarram. Oh my God! خلصت موسيقى بكير بعد ما قعدنا. مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من لهون وبس. اهلا بالشباب. شو عن البرتو حبيبي يا كبير؟ كيف المانيا حبيبي؟ كيف اليورو؟ كيف القاره؟ كيف النانا؟ نعمة شو شاري جاكيت جديده كانه؟ نعمة من هولندا. رحت على هولندا كمان؟ كمان عملت حفلات بهولندا؟ وين ما كان باوروبا برمتع. شو عملت تور اوروبا انت؟ يعني احسن مني انا ما عم بعمل تور اوروبا. العمى اذا انا ما عم بعمل تور اوروبا انت عملت تور اوروبا. العمى شو عم تعمل؟ اللي شو مين مدير اعمالك؟ يعني مين متعهد اللي عم بياخذك؟ اسم الله عم تعمل. نحن شو بعيننا؟ لك اخر همنا بنحب لك بنبسط لك بنبسط لك انت وعصام وناجي وعبود. يا حرام ما في غير انطونيو قاعد هون. يا حرام لبناني انت، انت ملك اللبناني انطونيو، ملك اللبناني انطونيو. ما بياخذ تحت 700000 ليره. عم يعملوا حفلات بديوتي فري هون انطونيو. ما بياخذ تحت 700000 ليره على الحفله. مجنون اخوت. شو عبود؟ ايه غلى الاجار. لا غلى الاجار. لا يا خيي شو على التلفزيون احنا عم نحكي لعمك. كيف قريب ما بيناتنا نحن؟ نانا شو عصام وحياه اختي انا كثير مبسوط لك انك عم تعمل دولار والله. كرمال هالولاد، كرمال هالولاد وهالاحفاد، كرمال كل هالعاد. شو خليهم ينبسطوا بقى، شوفوا لهم شي نهار مثل القلق بقى. ناجي حبيبي صحتين على قلب اولادك. شو نحن بقينا يلا ان شاء الله على طول ما بيجيبوا الا دولارات يا حبيبي. جاد كيفك؟ جاد شو ان شاء الله بتسافر؟ هلا بعد الحلقه دي. لا شو عم تحكي؟ لوين؟ شو عندك؟ عندك شيء عم تصور شيء برا؟ باوروبا بتركيا الاوروبيه. لا كمان يعني دولار دولار يعني. يلا مش مشكله. اهلا وسهلا زابي كثير كبيره. او ماي جاد ابو شيك ملك الدولار ناجي حنا الدولار زابي اند ذا باند عصام الدولار احبرت النانا انطونيو اللبناني الملاليم انطونيو الملاليم ليس عبودو الكلاش الكبير الكبير الكبير. عم نشوفك عم نشوفك حد نجمه يا مريم فارس. شو عم تكسروا الارض؟ شو هالشوبي هاي؟ على الدبكه هي الشوبي وانا بدي بك بدي شو حلو كثير. الدبكه هي الشوبي وانا بدي بك. هو عم بدأ عم بيعمل مصاري. هو عم بدأ لك 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 هو عم بدأ يا ويلك بدي اعملها هيدي الدبكه هي الشوبي. ايه عم يعمل اجار. هو عم بدأ اهلا وسهلا فيكم جايز. شو هالسقعه؟ مش معقول. شو هالقعد؟ ليك اطول اطول شتي بالعالم يعني اطول شتويه بالعالم. مش معقول. شو لحظه خيي في برج خليفه شتوي ما شو مش طويل. ايه شو طويل اطول برج خليفه اطول شتويه بالعالم. نحن قال شو كنا نقول؟ لا شو بدي اروح على كندا سقعة يحرق اكثر. انه صار عندنا طقس كندا بس بلا تسهيلات كندا. شو شو بدي فيه انا؟ انا طقس كندا شو بدي فيها اذا ما عندي تدفئه كندا؟ بدنا نروح على كندا لندفى شوي. بدنا نروح على كندا ندفى شوي. انا اذا ما عندي كهرباء كندا ومازوت كندا وصفاش كندا شو بدي بكندا؟ صار شيء صار عندنا صيف الخليج بلا مصريات الخليج وشتي كندا بلا تدفئه كندا. احكوا البلد هيدا بس هيدا بلد عم ينكينا منك وحياة اختي منك. هذا البلد منك مثل صغير العائله. بس مش معقول مان مش معقول. بعدين طيب هيدي العاصفه يعني صبحي قبلاوي المراسل مان طلع رقبه من المريخ كثير قوي مان. ما بدك صبح قد ما لانه بده يعلى بده يشوف بده على العلو يعني هي ضربت العلو الاعالي اعلى شيء ممكن ما بقى يعني له فريه هو فرنبيان اعلى على مريخ مريخ حكي كواكب هالمره. شوف البدايه من المنخفض الجوي غريتا المستمر الى منتصف الاسبوع المقبل على الاقل. التفاصيل نتابعها مباشره مع مراسلنا صبحي قبلاوي في منطقه بولونيا. مساء الخير صبحي يعطيك العافيه. كيف الجو ببولونيا في اعالي المتن؟ تفضل.
فادي يعني بداية نحن غيرنا المكان وأصبحنا في منطقة المروج تحديدا في ساحة المروج حيث نرتفع عن سطح البحر 1200 كيلومتر تقريبا. على الأمر 1200 كيلومتر هذا فكر حاله ببولونيا، يعني بولونيا حدود أوكرانيا، قال لك 1200 كيلومتر بعيد عن هون. 1200 كيلومتر على علو 1200 كيلومتر، يعني بعطارد انت مش بيه، مش 1200 سنه ضوئيه عشان بالمروج، مش بالمروج، عطارد هيدا غير قضاء مان. عاصفه خلص ضربت عقول الناس، هالجمعه كلنا على فكره ولاحظت انه مدارس وقفت كتير هالمره بالقليل، يعني حتى اللي صار الناس المذيعين والناس بيشتغلوا على التلفزيون في منهم عم بفوتوا شعرهم مي على التلفزيون. بتفوت شعره مي منكوس، طيب بتفوت شعره مي ما في وقت، ضربت شتويه عاصفه مان، يا هوا يا مي، هذا يا هوا يا مي، هذا مش معقول يكون كفر، هذا يا هوا يا مي. صباح الخير واهلا وسهلا بكل المشاهدين اللي انضموا لنا، وصباح الخير لك، اهلا وسهلا فيك مره ثانيه مثل كل نهار خميس. مايا فياض مدربه اليوغا. مي صحاب كله، مي صحاب، مي وصحاب كله مي وصحاب. لا بس جعفر جيني مش معقول، شو الـ شو التسريحه شو هي شو هاي؟ صباح الخير واهلا وسهلا بكل المشاهدين اللي انضموا لنا، وصباح الخير لك، اهلا وسهلا فيك مره ثانيه مثل كل نهار خميس. مايا فياض مدربه اليوغا. حبيبتي مايا رفيقتنا وكل شيء، هلا مرتي بس تحضر بدها تدق لها تقول لها شو ليك كهربتي، وين كهربتي؟ مبينه مكهربه، شك ايدها بالبريز، راحت او كبوا فرايع وراها اكيد. ما معقول، ما انا بقول ما بقى تعيدها هاي الكوافير، هاي الكوافير ما بقى تعيدها، هاي التسريحة هي بنص التسريحة قالوا لها توب، بنص التسريحة مان قالوا لها توب وفراحت على الهواء، شيء غريب عجيب. عيد المعلم كان جماعة الماضي غير هواس، كان عيد المعلم، ينعاد على كل المعلمين، وانتم كلكم معلمين، كلكم معلمين بقلوبه بقلوبنا يا شباب، اللي عم بقلكم شو معلمين، عم بدينكم شو معلمين، عم وعم تعملوا مصاري قد المعلمين، برافو الحمد لله، اكيد الحمد لله، وكل دقيقه وكل ساعه شو عيننا فيهم نحن يا ناجي، عم تقول لي الحمد لله، شو عم تقول لي الحمد لله شو عيننا فيهم، عم تعمل لي هيك بعد شوي. كان عيد المعلم بس وعايده شاف انطوان معايده ما حدا فهمها صراحه، شوف انت اذا بتفهمها انا ايدي بزن نارك، انا ايدي بزن نارك اذا بتفهمها، وهي اختي تعال ساعدني، انت اذا بتفهمها ايدي بزن نارك، ما نحن ما انت ليه هون، لا اذا فهمتها، اذا فهمت هالمعايده ايدي بزن تعال ساعدني ادي محلي اذا فهمتها، ما عندي مشكله. ينعاد على جميع الاساتذه، الموظف على طول قاعد بده مساعده او معامله بيجي واقف، اما الاستاذ على طول واقف والتلميذ اللي بياخذ المعلومات قاعد. بحس بحياتي ما رح أقدم محلها بس شو يعني ما فهمت ليش إذا الموظف قاعد والزبون واقف والأستاذ واقف والتلميذ قاعد شو يعني بطيخ بطيخ فعرفتها عرفتها بطيخ أنا إيدي بزن نارك فهمت هالمعايدة هو لو قال لي بس في بذر أسود كده بس بده بذر أسود بطيخ بس أنا بس ما قال بذر أسود صرت حس أنا كتير قريبة على البطيخ بس ما فيها بذر أسود ما بدي خاطر يعني ما بدي خاطر وقعت جواب غلط يعني بعدين قال واقف قلت لا برك هذا الزلمة عم بيحكي شيء تاني برك عم بيحكي شيء غير غير نيانس أنا قلت بلشت ضيع رفيق كمان مثل ما قلنا عاصفة عيد المعلم أوكرانيا بعدها مشكل أوكرانيا بعده أبو الجيك وبعده ألان درغام قصدي إنه بعده يعني الأزمة ألان درغام كأزمة يعني في أزمتين في أزمة أوكرانيا وفي ألان درغام هني أزمتين يعني في أوكرانيا وفي ألان درغام وفي القمح في الغاز في ألان درغام في يعني في يعني في كذا أزمة في كله جاي مع بعضه وجاي ألان درغام بالنص يعني فوق الدكة على النرغام يعني أصلاً أحد أسباب توقف الحرب حيكون على النرغام خاصة إنه ما عم بيعرف يلفظ ولا منطقة يعني هن المناطق صعبين كتير عليه عرف كيف؟ شوف هنالك قوات أوكرانية عم بتقوم حالياً بهجوم مضاد في خاركوف و ميلاكوا لا عفواً أوكي هنالك أيضاً يعني حد لا حد إديسا ميكالا نعم هذه اسم المدينة إذن بدو اول حرب بس عرس السنة عرس السنة عرس السنة بيكا يا شت قال له شت مكسر حمل وحده شت حمل وحده شت ميجا شت ميجا شت عرفت كيف؟ ألان درغام يعني هي اول 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 ازمه ألان درغام ثاني ازمه ألان درغام هو اهم أسوأ يعني اكثر ازمه كان اللغه العربيه التغطيه باللغه العربيه كارثه يعني اذا بيغطي بالاوكراني بنفهم اكثر
يعني اذا بيعطينا اياها بالاوكراني نفهم اكثر صراحه، لانه عربي هذا ما بعرف اذا هذا عربي. يعني انت اذا فهمته تعال محل، يعني انت ايدي بزن نارك، انا ايدي بزن نارك يا ابو جيك، والله ايدي بزن نارك انا، انت هون كلمه تساعدني، انت اذا بتعرف شو يعني هاللغه اقعد هلا رح اجرب. ما عندي مشكله. هذه العمليه يلي سموها الروس بانها لانقاذ القوم القومي الروسي او حتى خلع السلاح الاوكراني، هنالك معارك داريه حتى هذه اللحظه على مشارف العاصمه وتحديدا في نقطه اربن. شو القوم القومي؟ القوم القومي الامن القومي القوم القومي القوم القومي ومعارك داريه لانه تدور معارك، فمعارك داريه ايه يعني او يعني او قصده معارك داريه داريه او تدور المعارك يعني معارك جاريه، يعني يا معارك جاريه يعني تجري الان او داريه. هي داريه وجاريه يعني ايه هو عملها داريه يعني داريه وجاريه بنفس الوقت، تيجي داريه عرفت كيف؟ لا هيدي معارك داريه باذن الله، لا يعني يا داري داري يفونا يعني. ومن وراء اوكرانيا ازمات ابو جي، ازمات انت عم تشوف حدد الازمات. بس هلا لك دقيقه اقعد اتفرج شو ضربنا من وراء حرب اوكرانيا، قديش شت علينا ازمات. بعتقد اكثر بلد بالعالم صار ضرر من وراء حرب اوكرانيا مش اوكرانيا، لبنان بعدين اوكرانيا. يعني اول شيء انضر لبنان، بعدين اوكرانيا، بعدين كل دول العالم شوي شوي. المانيا انقطع عنا الغاز، هيدا النورث ستريم ثالث بلد، نحن اول بلد. شوف إذا كانت نيران الحرب قد أدرمت في روسيا وأوكرانيا، فإن لهيبها سيطال الشعب اللبناني، وقد بدأ يستعد للمعركة الشديدة مع فقدان سلع وارتفاع أسعارها، وأخذ يعد العدة للحرب المحتملة بتخزين المواد الغذائية، فبعد الطحين والزيت اللحوم. أزمة أخرى تلوح في الأفق، فبعد أيام قليلة لن يتمكن اللبنانيون من شراء الحلويات أو الكرواسان والمنقوشة وحتى الكعك والباجات. شحت كميات الطحين تي 55 وفيه 10% بروتين ويستعمل للباجات، ولا طحين تي 45 13% بروتين ويستعمل للكرواسان. الطحين تي 55 مع 15% بروتين للحلو العربي لا يكفي إلا لفترة محدودة. جن جنون سعر الدولار، قفزت أسعار الخضار والفواكه المستوردة بشكل خيالي، فسعر الجنيريك مثلا ينافس الكافيار. كيلو الجنيريك 2,500,000، وفي عندي علب صغيرة فيها بحدود 4 حبات 170,000. أما ثمن كيلو اللوز الأخضر فبات يقارب الحد الأدنى للأجور. ليلي بدنا نقوس الخطر، خاصة أنه في مهلة أسبوع أعطتها نقابة المستشفيات لحل أزمة السلفات الشهرية. نحن بأزمة مواد غذائية، نحن بأزمة بوقت الحاضر، أزمة كبيرة. عندنا أزمة إيه أو لا؟ أكيد عندنا أزمة. شو حسان؟ أكيد عندنا أزمة. هذا عم يحكوا بأزمة القمح وأزمة الزيت، في أزمة مواشي على البلد. نعم، ما عندنا إهراءات، ما عندنا بواخر، وعندنا مشكلة كمان اعتمادات. شو لحوم أزمة، خضار كيلو الجنيريك 1,500,000، عمره ما يتم 1,500,000. يعني ما فيك تقول له ليك بدك تدوق حبه مثلا، بدك تدوق حبه لتشتري الكيلو. شو بتدوق حبه هلا؟ فيني حول دولاراتي بالبنك الجنيري؟ اربع حبات 170,000. يعني فهمت؟ يعني اربع حبات يعني بدك تدوق حبه 50,000 40,000 الحبه، يعني بتدفع 40,000 بتدوق حبه تشتري كيلو ب1,500,000. يعني من من مش معقول. شو هذا؟ شو مخدرات؟ شو الجود؟ شو عم يشتري الواحد؟ شو بيعمل الواحد؟ شيء غريب عجيب. ما فهمت انا، اذا مرتك قالت لك حبلي بدي جنيرك طلقها، محامي طلاق اوفر. لا محامي طلاق اوفر عندي، شجي جنيرك جيب لها سيكيورتي، جيب لها سيكيورتي شجي جنيرك. ايه لا جيب لها سيكيورتي، اذا اكل من الشجره اوصوا وين بياكل الشجره؟ بنبع كارثه من الكوارث. ما معقول حول دولاراتك جنيرك بالبنك. اول معروف بدي اصرف ال100 دولار شو لبناني؟ لا جنيرك جنيرك. مول معروف استاذ بيدفع لك مش جنيرك. ما بتعمل 100 دولار ما بتعمل كيلو. بلا كيلو على قد انه كيلو اكثر شوي، اقل شوي من كيلو. اقل شوي. ايه برافو عليك، اقل شوي من كيلو. ما بتعمل كيلو ال 100 دولار. لا ما معقول. هل قد في ازمات لدرجه تغير اسامي الوزراء؟ هل قد في ازمه؟ هل قد صوره سوداويه؟ مشكلتنا نحن على الدعم، بيعرف استاذ محمد ابو حيدر اعطانا قرار وزير الصناعه استاذ راؤول نعوي، ببيع البقر. ايه صار راؤول نعوي، بطل راؤول نعوي، صار راؤول نعوي.
صار قلنا ما في مزاح تبي بس التقال صابوها بالمثل يعني عطوك انه كيف بتصير الازمه باوكرانيا وبتشتي عندك طرقوك المثل مثل ما لازم المثل اللي بيوصف هيدا شو اسمه شو ما من دولة في العالم بمنأى عن شظايا الحرب في أوكرانيا وما من شك بأن الاقتصاد العالمي هو الضحية الأولى لكن الصورة الأبلغ عن أضرار الحرب في شرق أوروبا لم تكن في أسواق القارة العجوز ولا في غيرها وإنما في البلد المنهك لبنان وفقا للشعر الذي يقول امطري حيث شئت فإن خراجك عائد إلي مش خراجك خراجك امطري حيث شئت فإن خراك عائد إلينا وين بيأكلوا وبيهضبوا عنا وين بيأكلوا وبيفضوا عنا هيك بصير دائما وأبدا شو هالبلد عن جد شو هالبلد مش معقول ما أنه هالبلد الصغير أكثر واحد تأثر بحرب أوكرانيا شو لك أنت شو لك أنت بحرب أوكرانيا وليخ وليخروج وليخروج وليخراج شو لك أنت شو لك خصة بحرب أوكرانيا مش هيك اليوم بدك دايتيشن ما بعرف فيك تاكل شيء بدك دايتيشن تنظف لا قلت لك دايتيشن على فكره منال ليه تخصصتي بهذا المجال صراحه لينا بلش الموضوع عن طريق الصدفه يعني انا مره كنت قاعده اجى حدا قال لي كثير بيلبق لك تكوني دايتيشن كنت اول مره بسمع انه في تخصص اصلا اسمه دايتيشن ما فهمت اجى قال لي كثير بيلبق لك تكوني دايتيشن ليه يعني كيف يعني كيف شو هالبيك اب لاين عم بجرب هو كان يشدك بس انه كيف واحد كثير بيلبق لك تكوني دايتيشن ليش انا ضعيف ما بعرف بس انه ليه لانه ضعفت قدامك هي لك مالي لانه ضعفت قدامك لك مالي هاي كثير بيلبق لك تكوني دايتيشن عم ضعفت هي ما خليته يكفي راح تعملت دايتيشن هي صدقت بيلبق لك تكوني دايتيشن مين مش معقول كثير بيلبق لك تكوني دكتوره لانه حسيت حالي انه قلبي صح بس هيك او نظري علي ضغطي بس او علي ضغطي كثير خلي تكوني ملح قد ايه انت ملح ليه لانه علي ضغطي بس مين قوي كثير المهم ابو جيك فالسات اللي بدك دايتيشن المهم توقعات بالنسبه لحرب اوكرانيا ليلى عبد اللطيف عم تعطيك اياها من الاخير جينا ايام حلوه باذن الله لنا على عبد اللطيف يعني مبدئيا نحن كلها صيفيه نحن كلها على عبد اللطيف صيفيه احلى صيفيه بالعالم الرئيس الروسي بوتين قد لا يتردد في استعمال السلاح النووي إذا تطورت الأحداث إلى الأسوأ ولكنني أرى أن استعمال الأسلحة النووية آت لا محالة وروسيا آت لا محالة يعني ما في مجال يعني أنجي نعمل هالحلقة يعني أنجي بركي حلقة جي وخلاص لا محالة نعمل حلقة نووية بس يعني بس حلقة نووية ولا ناوي على الشر بإذن الله ما لا محاله جاي السلاح النووي إبادة. يبدو انا حسب ما يعني كاتبوا شهادات هالاسبوع على التلفزيون يبدو انه اصلا ضرب النووي لانه في اشياء بتحس انه هو جماعه اكلين نووي اكيد يعني مش معقول هالاشياء اللي صارت تكون مش اكلين نووي هلا هاي منا اكلين نووي بدك تقول لي هيدي الحالات اللي عم تصير فجاه اكيد اكلين نووي هاي اشاعات هاي نوويكم بتكون اشاعات حشدت أعدادا كبيرة من المسلحين معززين بآليات عسكرية متنوعة ضمن ترتيبات سوري عفوا شو بزعت شو طلع من تمها اشعاعات لا اشعاعات بس ما فهمت يعني اذا بلغم كارثه عملت هيك وشلتها دبانه شو هاي بنرجع نشوف فرجيني الاشعاع اللي طلع من تمها بس حشدت أعدادا كبيرة من المسلحين معززين بآليات عسكرية متنوعة ضمن ترتيبات سوري عفوا شو صار لي هيت نفسي هي صار شو باشي شو عملت قلت لي هذا اشعاع ولا من اشعاع اشعاع ولا من اشعاع طب هذا طب واحد بنشرت بالليل نص الليل على الجديد بدك تقول لي ليه نايمين بنص الليل في النشره نايمين كلهم نايمين شو ما طلعوا العناوين كله غافل من ورا اشعاعات ما بتغفيك الاشعاعات شو طالع. في عناوين النشرة الأسلحة الكيميائية تحضر على طاولة مجلس الأمن شفت النووية ما قلتلك طلع شو وين كنتوا you had this thing to do في شيء غلط بس انه ما طلعنا العناوين بس شو عندك شو عم تعملوا ليش وعصوت واطي شو عم تعملوا دخلت هلا عن جد شو عم تعملوا طلع
طلع شو عم شو بدك اياه يطلع؟ عم نحكي على العناوين ولا شو عم بيصير بال شو هيدا؟ طلع طلع ايه طلع بعد ايه لا خلص بزياده هالقد ايه بعدين انت هلا مثلا سحربك اللي مش اكلي نووي بالاوديفي سحر ما صابت ولا اسم سمعت الماضي هيدا نووي ولا مش نووي؟ حطتنا هلا مع ميراي جاك ماجيان. شكرا لوجودك معنا ميراي جاك ماجيان. جاك ماجيان سنة رحب بفضيلة الشيخ طارق العريان اللحام اللحام محطتنا هلا مع دكتور عفاف معكرون. مثل ما عودنا اصدقائنا المشاهدين دكتور وفاء بتطرح عليكم سؤال ونتلقى اتصالاتكم وفي كادو دائما تقدمه دكتور وفاء معكرون. عفاف عفاف ووفاء كثير يلا نيو ترند شباب شكرا لك دكتور وفاء اصدقائنا المشاهدين نحن بنروح لبريك صغير مان ولا اسم مزبوط جك 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 ما عم بتدور معه حسيت انا ما عم بتدور اسمه جك 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 بس ما بدي لك ما بدك جك 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 بعدين طارق العريان طارق اللحام بعدين وفاء عفاف وقلت لما قد مع عفاف كثير قريب لوفاء ولا انه علاقه بابا عفاف ما في قريب لوفاء بجيك شفت هذا مش هيك مش اكل نووي سحر سحر مش اكل نووي ليش اللي بيدقوا على الشيف انطوان وبضلوا يقولوا قالوا له الله يفرجها هول قال يا مان مش معقول بس هلا في حياه اختي يا خيي غريب وعندها حامض واذا عندك حامض يعني طب منيح عندك حامض زحينا في هذا الخبر عصري شوف عصري الو 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 ناطره انا ناطره معك الشيف انطوان اهلا وسهلا فيكي لا ما عم بيحكي معك بلا بلا معك اه معك انا الو ايه بونجور عندي حامض نعم عندي حامض عندي حامض نعم نعم بدي عندي حامض بعدين قد ما الحامض غالي عم تحرقه عندي حامض عندي حامض نننا عندي حامض عندي حامض مان بس في وحده ما عندها حامض بس كمان تعملي عملي عملي ترشق الو شوف اتصال كمان صباح الخير الو بونجور الو وي بونجور الو وي اهلا مدام تفضلي الو حضرتك على الهواء الو ايه حضرتك على الهواء الو شو دقيقة للمية واثناش انت بالغلط انت عم دقيقة للمية واثناش اكيد لانه ضلبنت على الاوتي في بالغلط شو فيه روقي مدام روقي عم تلتني تحكي مع ما يعني في جيبك تحكي في هالشي تقلوشة مش انه في يعني ما انه يعني ما نكبي نص العمليات مش انه مش انه عندك حامض مش انه عندك حامض او شيء مش انه ما عندك حامض او شيء مدام الو 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 لك يا عمي لما تقوله الو طرت قلك الو بس تتقلي بقول الو بدها جواب الو مش وان سايدد يعني وان سايدد الو مش اوتوستر مش انه الو يلا شقينا طريقنا على الو 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 هلا بدي فرجيك بحدي عن جد اكل نووي هلا هاي عن جد اكل نووي مش معقول شو كثير اكل نووي هيدي اكثر وحده اكل نووي بالعالم ما معقول صباح الخير واهلا وسهلا بكل المشاهدين اللي انضموا لنا صباح الخير لك اهلا وسهلا فيك مره ثانيه مثل كل نهار خميس مايا فياض مدربه اليوغا لك اول الحلقه حسيتها اكل شتوي بس بلشت شغل النووي حسيت انه لا اكل نووي لانه هلا حسيتها مشروم اكثر شيء على انفجار مشروم ايه بنقول لها ماي وي لاف يو بس ايه اكيد لاف يو هاي السحابه سحابه نووي هاي سحابه نووي هيدي ماي اي لاف يو هلا بتقول لي لو ماي لاف يو يا كلب شو كان اريح اي لاف يو انت بتعرفي لايك هيل يعني انت انت العمر والدنيا وحبيبه القلب وصديقه العائله واختي ومدري كل هول بس انه اضطريت يعني بتعرف شو كان يقول بدنا نضحك على العيلة يعني احنا ما بدنا بس هي مش عم تساعد ما بدي بس هو الشعرات ما ساعدوا للامانه للامانه ما ساعدوا اخ مهم ابو جيك اجانا كمان غير النو اجانا بسيط هبه بسيط هبه بسيط بسيط عم شو بسيط لا لا بسيط بسيط هبه من فرنسا يعني بيسيت بيس ديبيس اجانا اوتوبيس يعني بوستاد بوستاد بواسط بواسط من فرنسا هول هن رح نشوفهم كلنا سوا مكتوب عليهم ان حتى ما يظهروا من التقاليد اللبنانيه كله مكتوب عليه من ورا يعني هذا اول واحد نمس في باج سوي فيانسي لا تلحقني مكتوبه بس بالفرنساوي ثاني واحد اقراها جاد بابا نو كوندوي با تري فيت مامون بروندرا انو ماما لا تسرع يا بابا ماما بتاخذ غيرك لا تسرع يا بابا ماما بتاخذ غيرك الثالث Je n'ai pas confiance en deux, les freins et les femmes. Je n'ai pas confiance en deux, les freins et les femmes.
فريني بعد. Dans l'œil de l'envieux, dans l'œil de l'envieux, il y a un bâton. عين الحسود فيها عود. حتى ما تغير عليكم شيء، اليوم بتمشوا ورا البوسطة وبتتسلوا وبتقروا بالفرنسي. منيح اللي اجانا بواسط من، إذا بيشوفوا كيف عم نحكي فرنسي على التلفزيونات تبعولنا بيسحبوا الهبة. مش معقول. بتتذكروا البويزي تبع جمعة الماضي؟ اللي بيع بآخرة تويوتا. تذكرنا اللي بيع بآخرة زيتون؟ هذا اللي قال بويزي وبيع بآخرة زيتون؟ هذا نفس الشيء. Beaucoup, beaucoup, on vous aime beaucoup. Un peu, un peu, un peu, c'est pas vrai du tout. À 7 heures tout. Jusqu'à 7 heures le matin, agenda tous les jours. Tout le monde vous aime, vous attend toujours. Merci bien, merci là, là. ميسي ميسي حضيقة على سلامة عينه. بدي أقول لكم باي باي الناس الموجودة أكيد عدو نتالي بصفوكم. ميسي كتير ونهاركم سعيد. ما فهمت أنا، بس هالنقل المباشر من سوبر ماركت ليش كل يوم بصير نقل مباشر من ميني ماركت؟ ما بفهم. أستر لي عن أختي نسي المقطع، نسي الرفران، نسي أستر لي متى، أستر لي متى. بس سيري اللحم أوكلر دولالوني. سيري اللحم أوكلر دولالوني. أجندات ولي جور. Tout le monde vous aime à 7 heures le matin. وعمل عليك انه لا كسنيجان هيدي في عنا زيتون في عنا زيتون في عنا زيتون قديمي الكيلو. لا بس انه هو عمل هيك انه نسي هالمطلع العظيم، هيدي القطعه العظيمه انه شت نسيها، يعني نسيها هيدي عظيمه هاي، بس بتضلها احسن من سحر. دكتور يا خي شو بقولوا دكتور؟ كل العالم بقولوا دكتور، اذا سمعوها لسحر عم تقول دكتور بيعشتونا البسيط اكيد. اوعى حدا يسمع، اوعى حدا يبعتن الشات مشوف. يعني قد ما عملت بس مش حتكون قد الدكتور، او اذا بدهم ياخذوا اولادهم ياخذوا عند دكتور مش دكتوره. يا مش قادره تعملها الدكتوره. دكتور يا اختي بالاول. نعم اثنين عم تحكي لها. ايه دكتور. دكتور يعني اذا ثلاثه تراكتور بصير تراكتور، بصير غير شيء. يعني دكتور دكتور تراكتور. كترر أربعة كترر. ما أقول من ليش شنلو يسمع سالم زهران عبول شنلو بياخذ البسات أكيد أكيد أكيد. الإسرائيلي أما كبره صغر هو كلب شلو عن شلو عند الأمريكان. يعني بينعزف عليه، يعني بينعزف عليه كلب شلو، كلب شلو بينعزف عليه. هيك هيك عو. سوري ما بيسحبوا البسات اذا سمعوا سالم، بيسحبوا السفير. اذا سمعوا شلو شالو، انا كان سامع شالو قبل. والله العظيم انا عندي بالمنطقة سامع الشالو قبل. وحياة اختي انا الشالو سامع. طب اكذب عليك اقول لك اني كثير فاجأت شالو سامع، بس الشلو ما سامع. أول مرة الشلو. كلب شلو. ها؟ كلب شلو أول مرة. شالو؟ دائما. قد ما بدك في الشالو عنا. ليه اكتبي؟ يعني هلا مبدئيا رح ينسحبوا الباصات وكل شيء. ليش اذا بنقلوا على الانجليزي البريطانيين كان بيحملوا كليكيشن بفلوا خلص. ما نحن ليك ما بقى عنا نيه، بقى ما بقى عنا شو بيقولوا، ما بقى عنا بريفيليج نتعامل مع الغرب خلص. ما نزل انحدرت الثقافه بلبنان، صرنا ما بقى فيهم يحكوا معنا. موتيفيشن مش موتيفيشن بقول بلا يا قي كيف كان لعيبه. كل مره عم نقول ما في موتيفيشن، بس هالمره اعطينا موتيفيشن، اعطينا موتيفيشن قد ما فينا والحمد لله انه كان جود جيمين. موتيفيشن لانه عم يطلع عم طلعن الموتيفيشن. ايه موتيفيشن. ايه موتيفيشن. ايه لا الموتيفيشن ضل مطلق على المونتيفيردي. هي موتيفيشن بالمونتيفيردي، عارف كيف؟ هن مثل بعضهم. اخ على الموتيفيشن ابو شيك، الموتيفيشن هي اللي بتطلعك بالمونتيفيشن. مهم هيدي كانت اول شيء اليوم حلوه، تسلينا ضحكنا عن جد. بدكم تشوف مي سحابه مره ولا خلص. يلا اجى الوقت ابو جيك نستقبل اول ضيف بحلقه الليله، هيك ختام ستاند اب بشويه اشياء تنظف الدينان. ابو جيك ضيفنا هلا فايولينست، عازف كمان ومؤلف موسيقي كمان، العازف الكمان الوحيد اللي عنده 1 مليون سبسكرايبر، 1 مليون سبسكرايبر على اليوتيوب شانل تبعه، الوحيد غير زياد برجي كفنان، يعني فنان بغني زياد برجي اللبناني الوحيد كمان ضيفنا عنده 1 مليون سبسكرايبرز. زقفولي كتير كبيرة للمبدع عازف الكمان أندري سويد. روح
وسهلا فيك بلاهون وبس. خلينا نقول من انت وصغير مبدع، انت عامل اول شيء شو هالفيولون؟ فرجيني ميني تور ايفل باين. جد تور ايفل مثل الجيتار الفايبر بيقولوا له الشيب في. مزبوط. بس ايه هذا كاستم بس عفيولو. عفيولون هيدا كاستم ميد لك. مزبوط. اوكي مين عملك ايه؟ هيدا في شركة بنيويورك بيعملوه. هلا انا طلبت فيه كم شغلة زيادة. ليه عندك 1 مليون سبسكرايبر؟ ليه شو بيميزك اندري عن غير فيولونيست؟ لكن 1 مليون سبسكرايبر كانت عن جد تحدي الي، لانه يوجلي بتعرف انت هون بالشرق اكثر شيء عندنا كمان بيركزوا اكثر على الغنية كمغنى كفيها ليركس. انا قررت انه لا، بدي اوصل لهم الاغاني بطريقه فيها موسيقى. يعني يسمعوا الموسيقى بس. انت مشهور بالكفرز بالمشابس بهالشيء وبتغني معهم. يعني انت بتغني صوتك منه عاطل، صوتك حلو. جديد الخبريه. ايه بس صوتك حلو. عنجد صوتك وهولي والغنى مع العزف هن اللي عم بيجيبوا فيوز عاليين كثير. صح. من انت عمرك 6 سنين بتعزف؟ ايه بلشت بعمر كتير صغير. فيولون لازم واحد قد ايه صغير؟ على اليوبلا يعني ولا اكبر شوي؟ يعني عزفت على اليوبلا بعدين على الفيولون دغري؟ دغري. بس لك انت وقتها كان عمرك، انت وقتها كنت عزفت عمرك 6 سنين كان الفيولون طولك؟ لا كان اطول. كان اطول؟ يعني كان تشلو لك؟ كان يحطه على الارض كان تشلو له. اوكي شو بتعزف غير؟ شو تعلمت غير؟ بعزف شوي بيانو شوي جيتار، بس اكيد هيك يعني لحالي تعلمتهم. لحالك بالفتره؟ لا لحالي. شو بس فسر لي يعني كيف يعني لحالك بعمر 6 سنين؟ هذه فتره الفيولون تعلمته بالكونسرفاتوار، بس بيانو وجيتار هيك لحالي على كبر تعلمته. مش اوكي الفيولون هيك على السمع. الفيولون لا الفيولون فت على الكونسرفاتوار ومن انا عمري 6 سنين. واو على اليوبلا. وعن جد كان عمرك 6 سنين فت على الكونسرفاتوار ومسكت فيولون؟ ايه هو المفروض الفيولون تبلش من عمر صغير، يعني 7-8 ماكسيموم. شو بيميز الفيولون عن غير الات؟ خبرني اكثر. الفيولون هي اله صعبه. هلا الفرق بينه وبين كمان الوتريات يعني اكزاكتلي حتى البيانو والجيتار، انه فيك تحمل جيتار ام بيانو تتعلمهم بفتره صغيره تدق قصص تقدر تغني معهم. الفيولون ما فيك. فيولون في عندك 3-4-5 سنين لتبلش تحس عم تطلع ميوزك حلوه وترتاح، لانه عندك 5 سنين ازعاج اول شيء. عندك 5 سنين زيزقه؟ زيزقه على الاخر. وزيزقت بالبيت؟ أوف. لمين عندك؟ شو سأل لي؟ ابنك عم تعلم فيولون؟ اي سنه صار؟ السنه تعلم وصار رجع اونلاين، بدي ارجع احطه على عند وقف يعني اونلاين. يعني بعده بالزيزقه؟ بعده زيزقه. بعده زيزقه. زيزقون مطولين مطولين زيزقون 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 زيزقون. طيب وخالط المودرن والكلاسيك. صح صح اندري. مظبوط. لوين ناوي توصل بالفيولون؟ مثل ما قلت لك قبل، انه انا يعني جربت وصل الفيولون يعني دائما هيدي ال يعني سوري يعني بس عندي سؤال، كيف بينظروا لك بالبرفورمنسز بالحفلات في ايفنت؟ دائما بيعتبروك الانترو ولا مره بيعتبروك الفنان الاساسي؟ اكزاكتلي هيدي اللي كنت بدي اقول لك اياه، انه في عندنا ما في عدل بين الموسيقى والمطرب. بس جيمانو كيا مش الفاضل. اكزاكتلي تخطوا هيدا هيدي العقده ليعملوا هول شو وصاروا فنانين اساسيين. مش هيك انا كمان كان عندي هيدا الطموح، ومش هيك يمكن الرقم اللي على يوتيوب كان مميز كأول موسيقى بالشرق الأوسط بياخد هيك رقم. ساعدك. لأنه جربت وصل للعالم بالكوفرز الموسيقى بلا الليركس، يمكن ما كانوا معودين يسمعوها هيك. مرات كان يوصل لي كومنتس أنه يحبوا الموسيقى أكتر من الأوريجينال سونغ. أنت كتير بيجيبوا عندك أكتر شي ريتنج بيختلف في الحديث. اوقات اللي هن تترات مسلسلات وهو ساعدوك كانوا ضاربين بوقتها في اغاني غنى وعزف ولا عزف وغنى؟ لا عزف كنت اول شيء عزف، بعدين في سبب لفت على الغنى يعني. طيب هلا رح تسمعنا تكي نصيب زيتون؟ تكي يلا. نسمع مودرن وكلاسيك مع بعضهم ونشوف كيف بيطلع الجو. غنى وعزف وقصه كبير. تكي رح يوقف قلبي غني معي يلا. لا خلص اللي كباين بدك تطير او شيء يلا. لا ترانسفورمر كأنه معقول تتحول لكاميون؟ معقول كاميون عم يدعي الكاميون. يلا إلك.
بس ما غنيت هيدي فيها. هيدي ما غنيت فيها بس غنيتها، عملتها كفر. عملتها كفر بوقت أوكي. الكورونا او هيك. اندري الستوري تبعك لك قصه، انت صح. انت منك هي. انت لك قصه صح. ليه قررت تغني؟ انت عم تقول لاسباب اخرى. انت قررت تغني لانه انت انصبت بانفجار البور مزبوط. وهيدا اللي خلى اسمك ينعرف اكثر واكثر، وخفت انك ما تقدر ترجع تعزف بقى لانه انصبت بايدك، ما هيك؟ صح صح. خبرنا اكثر عن اصابتك. اللي صار هو بانفجار اربع اب، كنت كثير قريب ووقعت على ايدي وفات كثير ازاز بايدي. ضليت على فتره ما اقدر اعزف، كانت فتره كثير صعبه. انا وقاعد يعني خلص وصلت لمطرح انه ديبرشن على الاخر، وصلت لمطرح انه خلص لازم اطلع ولازم افكر شو لازم اعمل. بلش مستقبلك يطلع قدام وجهك يعني. يعني فيك تقول عن جد لانه كان ايدي هي كل حياتي، يمكن عن جد مشي قدام غيري. في ناس تعمل انشورنس على ايدها. صح مزبوط. بس عن جد شفت اول شيء كانت منا همتني لانه شفته قدامي كان اكبر بكثير، بس انه بعدين بس فكرت انه عن جد ايدي هي كل حياتي كانت. سو هون بهالفتره فكرت انه بالغنى بشكل جدي، مع انه كنت احب الغنى من انا وصغير، بس كان الفيولون لهاني عن كل المواضيع. فهون قررت غني بشكل جدي وبلشنا نعمل. وعملت شي غنيه وقتها لها علاقه بانفجار المرفأ؟ لا ما عملت غنيه. عزفت شي له علاقه؟ عزفت شي وطني دخلك وطني؟ موطني كنت دقيقه من قبل ورجعت بعدين رجعت نزلتها. اوكي. سو هون طلعت. قد ايه ضليت قدرت ترجع تعزف بعدين؟ ضليت تقريبا شهرين ثلاثه ما قدر احركها على ايدي ابدا. سو بهالفتره بهالشهرين ثلاثه قررت غني وعملنا اول بلشت اعمل اول غنيه. بس قدرت ارجع شوي حركها دغري، قررت انه ارجع فوت تخلط اثنين ارجع فوت الفيولون. سو وعزفت اهم المسارح بالعالم، لاس فيغاس، مونريال، دبي، دوحه، مصر، بدار الاوبرا، تونس، تركيا، كندا. صح صح. وعزفت مع فرق عالميه كمان مزبوط. وكمان كنت تعزف مع اهم الفنانين راغب اليسا وغيرها. خلاص ما بقى ترجع تعزف، انت شقيت غير طريق اليوم. اكزاكتلي وقت ايه وقت شق طريقك لحالك خلص صرت يعني مش قصة يعني اكيد بس لي شرف اعزف معهم وتعلمت كثير منهم وكانت اكسبيرينس كثير حلوه، بس ايه شقيت طريق لحالي يعني. طيب رح نسمع مشهب، عامل مشهب اخر اسمه سيلاوي مع بعضهم. اكزاكتلي غنيتين بعقده. ايوه حبيتهم كثير. يلا عامل لهم مشهب؟ رح اعزفهم. يلا واو. يلا اتكل على الله. هي جديده كثير. هيدي اول مره ما هيك؟ هي اول مره. ايه واو. بدي اعمل لها فيديو نزلها قريبا. سمعت اللي لعب على الكلام شل؟ مشهب وبطاطا. بطاطا وماتشاب هيك قصدك مش بس هي مع عصام ما بينك يدل عن اكل. يلا لقلك. كثير حلو يا مان. حكي ايه والله بتحس انه عم تحس في كلام. هيدا اللي بيميز الفيولون، بتحس الكلام يعني بتحس كانك عم تسمع الكلام. شو هالشيء عن جد برافو اندري. سوبر روعه اندري سويد، اهلا وسهلا فيك. انت كمان ملحن وموزع موسيقي كمان. صح, صح. وكمان عم تشتغل هذا الشيء يعني عم توزع اليوم اغاني مش لك؟ ما كثير مركز على الموضوع بس اغاني كنت عم توزعهم. في منهم ايه في منهم لا. اوكي شو رح تختم؟
لالي غنيتي جديدة. لالي اسمها غنيتي جديدة لألك كنا فيها على البريك. أندري سويد شكرا لألك. لالي مع أندري سويد. هيدا كان أندري سويد صاحب الـ 1 مليون سبسكرايبر. عازف 1 مليون سبسكرايبر قصة كبيرة أندري لك. Thank you. كيف ما بتحبي تكوني عليكي دايما بتلاقي عيوني عني ما تغيبي لحظة عني تعالي 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 لالي يا ليلة الليالي يا كل الدنيا قبالي فيكي أنا نيالي ولا ما في مثلك لا 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 بقلبي خليك الليل ولا ما تفلي لا 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 عيد الفارس فايل زيدي ألقى الفروح تهواكي عشق طول عمر لأن العمر معاكي أنت البدر إذا ما البدر تجلى أنت الحب تعالي ولا تتعالي لالي يا ليلة الليالي يا كل الدنيا قبالي فيكي أنا نيالي ولا لا لا بحياتي لا لا ابعد عنك لا لا بقلبي خليك الليل ولا ما تفلي لا 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 إجا الوقت نستقبل صديقتنا القادمة من بدناي الأمل طالب الروح شو يا أمال؟ شفتك ما عرفتي فتي من البرداية؟ أربع سنين فوت من البرداية من البرداية هلا ما عرفتي فوت من البرداية كلنا ملحفين وأنت شو لابس؟ الإغراء لا ينطر الطقس الإغراء لا ينتظر الطقس الإغراء ما بيعرفش شتي وبرد يا جماعة أيوة صرتي بالإغراء الإغراق الإغراق مستحيل الإغراق علقت بالشتي الإغراق برافو عليك هلا فهمتها حلوة كثير شيلوها في لا خليها بالعكس خلينا نعمل لها حلوة كثير الأسئلة اليوم تقريبا مثل هيدي اللي هلا اللي عم بتغرق ولا اهي المستوى يعني قص كل الفقره طيب بس لحظه هلا المونتيفيشن بالنمبر 1 المونتيفيشن لانشو هيدا مش نووي هيدا بك اللي هو الشعرات مش نووي هو الشعرات سوي اوكي نور بتقول لك شو هتعملي يا امل اذا ولعت الحرب العالميه اذا ولعت الحرب العالميه ما هي ولعت الحرب العالميه قاعدين نحن هيك بالبيت بامان الله دبت لك الولي بالحي مين جارتنا ام حسين ليش اوكرانيه لا طالعه راكد عم تقول بوتين قال ولعت الحرب بوتين قال ولعت الحرب طلعت انا قلت لها شو في يا ام حسين قال ابنها الكبير محمود جاب لها خبر انه ولعت الحرب ام حسين عندها ابنها الكبير محمود رافقتنا مش جايين هلا نحلل 100% النسب بقى نحن شو طول على الحرب صرنا نفوت ببعضنا بالبيت صرنا نفوت ببعض امي دغري سحبت امي محجبه يا هشام سحبت منشفه غطت راسها لانه دق ناموس الخطر ناموس الخطر انا ناموس انا فكرت دقوا بالناموس لكن انا كل واحد حمل اعز شغلي على قلبه بي حمل الريموت كنترول وركض فيها انا حملت البوم الصور انا وصغيري قلت بحطه على الباب حتى اذا قصفوا اول واحد يروح هو لانه بكون بكره عشان بكره هيك كنت بشعر بكره منظري اجى ابن اختي جرني بايده قلت له شو يا علي؟ قال اول شيء بيقرمك ظل الصغار والختايره وصرنا راكدين انا وياهم كلنا راكدين على الملاجئ فجاه بنص طريق تذكرنا ان احنا ما عندناش ملاجئ اصلا انت مش باوكرانيا ليش كنت ما عندناش باوكرانيا وما عندناش بوتين قلنا عال احسن لانه اصلا الملاجئ ما فيهاش كهرباء رجعنا على البيت على عتمه
اللي هو اصلا ما في كهرباء. فتنا قالنا انه بس عملنا اجتماع عائلي قلنا لازم نخزن. بي دغري جاب 25 بطارية للريموت كنترول. أنا وأمي نزلنا على السوبر ماركت جبنا أغراض، واحد بده يخزن جاي حارب. وصلنا على الصندوق بتقولنا هاي النيرس اللي على الصندوق. لا نيرس يا أختي كاشير. هي بتلبس. بتقولنا إنه بدكم تدفعوا نص كاش نص كارد. هلا كثير درجة نص كاش نص كارد. أنا ما معيش كاش كان. قلت له طب حرد نص الأغراض. هيك بتحاسبيني بس على نص الكارد. اوكي شن يعرف مين عم يلعب ولا عم ما اخذت نص الكاش يا هشام غلا لا غلا مش معقول طلعنا نحن بنستورد كل شيء من اوكرانيا كل شيء من اوكرانيا نحن انا ما عنديش مشكله انه نحن بنستورد انا زعلانه على الاولاد تبع اوكرانيا على الاطفال ليه لانه بيدرسوا بالجغرافيا انه شو نحن اولادنا بيدرسوا لبنان يمتاز بزراعه الحمضيات هن اوكرانيا تمتاز بزراعه كل شيء طلعت تصدر كل شيء تمتاز بزراعة القمح القمح والطحين تمتاز بزراعة الحمضيات والفواكه تمتاز بزراعة الكاتشب تمتاز بزراعة المناقيش اللحم المفروم كل شيء بنستورده كل ما يضربوا صاروخ هنيك بتصرخ الأسعار عنا ليه وكل ما تسألي بقلك ما أوكرانيا ما أوكرانيا الإسكالوف ليش بدي إسكالوف هو شو طهوم لا كل مشتقات النفط لكن البنزين بنزين سكيلة حتى يغلى بنزين سكيلة المظاف لا هاي جلقات لا بس عن جد المظاف كتير غني نحن بعز العاصفة لا قادرين نتدفى ولا قادرين نولع ولا قادر أنا كل عمري بسمع بالحرب الباردة ما توقعتش عيشة عم كتير شو شغله مع مين شغلة أربع سنين أنا وياه لا بس محلل استراتيجي عم بشتغل معك لك أنا نايمة أنا ما بحكي سياسي بس أنا بفهم لكن كل واحد على التلفزيون كيف جاي كتافك اليوم اليوم جاي تشدي عريس أنت أو لك هو الكتاف وروسي حتجيبيه روسي لأنه ستاند أب مع الكتاف باين جاي تجيني واحد أوكراني أو روسي جاي تحسني النسل أشقر على ما بعرف شو لونك اشعر على كيف على هاللون بيطلع بعتقد شيء حلو كثير اوكراني اشعر فريزي بيطلع ما بيطلع اشعر فريزي انا عن جد انا كتبت المقطع من قلب محروق لانه نحن كلنا بلبنان بنفهم بكل شيء مزبوط بتلاقي هلا على التلفزيونات عم بحلل بوتين وحلف الناتو انت حلف القمر سقفك تحللها يا زلمه نور الملاح يعني قاعد يا زلمه بالنص البيت على العتمه عم تخلط الشامبو بمي وتلف معجون اسنان وتكبسه وتلف وتكبسه جاي تحلل الحرب يا كلب من يومين كنت عم تحلل الكورونا وقبله الدولار وقبله الطقس يعني اخفش بحلل عن جد تعال حلل قواعد القطف وقعد محلي مش معقول انا ما قهرني الحرب تعلق ولا ما تعلق انا بس قهرني يا هشام انه 3 سنين حاجر 3 طعومه انا اخذه 33 بي سي ار قطعت بنزين وقطعت كهرباء وانا ناطره الفرج انا وناطره الفرج يجيني صاروخ نووي يقشني ريل يعني شو بقى دنيا يعني ثلاث سنتين حجر وهلا حرب كله بالحيط لاحظتي؟ طب ايه لاحظت بس ما حبيت شو بدنا بعد مني الدنيا 2022 شو بدك مني 2022 بعد ما بلشنا حبيبي سكري لي منخاري وتمي مع بعض شوفي اذا بطلعت طفي سواقير بجسمي مسكين شريط مظلط وخلصيني مهضومه والله يعني اول مره بكون مهضومه جددوا لي حلقه بعد طارق بيقول لك في مره خبرت انك كنت تعلمي بمدرسه إيه؟ شو كان يجيكي هدايا على عيد المعلم كنت اعلم بس كنت كل السنه روح كاشي روح كاشي لانه انا ما بحب العالم اللي بيحكوني الصبح ايه وما بحب العالم اللي بيحكوني ايه وما بحب العالم فكنت روح كاشي كل السنه الا نهار عيد المعلم يا لطيف كنت ما اروح لانه عطله بس الجمعه اللي فيها عيد المعلم انا كنت دقني على اولادي يحبوني على اخر لحظه ليلحق يجيبوني اتحول لفرفوشه المدرسه ايه. نانسي عجره مطبطبه الغزاله الرايقه انا اللي فايته شو حتى اخر شيء والله وكان يجيني اي شو كان يجيني يعني مره سعيد جايب لي كارت هيك مكتوب عليه الى معلمتي المفضله شوفي بقلبه حامل 12 كارت 12 الى معلمتي المفضله وانت وصلك كارت وانا واحده منهم يعني حلو الكارت بس انه كان يعمل كارت واحد شو كان فيه الكارت شعر يعني عزه وين كنت تكبيه على باب المدرسه ولا تنتظري لتوصلي على البيت كنت اعطيه لاولاد اختي يعطوه الى معلمتهم المفضله كان يجيني ورود اصطناعي انا بس يجيني ورود اصطناعي كنت اقعد اصقيهم
بس لحتى حط عينه للي جابه انا شو بعمل فيهم لا بينطقوا ولا بينشموا ولا بينخبوا بالكتاب الحلو لما تفوت على الصف بتعرف التلميذ اللي جاي بهدية يعني بتلاقيه هيك حايس كل الوقت وموتر وكل شوي قال عم بيطلع على الهدية اللي ضاببها بالطبقة ضاببها ولا عم تخبزها ولا وكل رفقاته بصيروا انه لا عم يطلع فيه انه هادي جاي بهدية هادي جاي بهدية وبيقوم هادي ليعطيك الهدية بيقوم سلو موشن زلمة وبيسحبها هيك على اللاس تقول اي ميجيفني شي 5000 هادي يعني طلع الهدية واخر شي تطلع رسمي وهادي بياخد 1/10 على الرسم كيف عرفت لانه مكتوب عليها 1/10 هي رسمها بالصف وجاي يعطيني اياها هلا انا كمان مش كتير فيني اتفلسف لانه انا كنت روح لعندهم مره بالجمعه يعني كان فيهم يعطوني هديه عادي بس مش ابشع من هديه استاذ سبورن لانه مثلي مثله بفوت لعندهم فكانوا يجيبوا لي ماج عليها صورتي بورتكلي عليها صورتي وكادر صوره عليها صورتي بعد ناقص كان بس يعملوا لي طابع على صورتي لحتى لي احكم فيهم فهاي هي يعني قصتي هيك كان يجيني هدايا ايه خلاص تعبت اليوم حسيت امل طالب انت وهذا لك الاسئله انت ورايحه رح يفوت هلا وراك الفيناليست اللبناني ببولفار المواهب برنامج المواهب اللي كسر الارض بالمملكه العربيه السعوديه فادي فتال بشوف فيديو عنه وابرز البرفورمنسز اللي عملهم ببولفار المواهب من بعدها بنستقبله بنبلش توليع يلا 1 2 3 روح هذا كان الفيديو عن performances للنجم اللبناني الوحيد أو المشترك اللبناني الوحيد اللي وصل لفاينل بولفار المواهب برنامج المواهب اللي كتير أخذ ضجة بالمملكة العربية السعودية والخليج وكتير أخذ ضجة على السوشيال ميديا وصار له كتير فانز طالبوني باستضافة النجم اللي رح يقعد عندي اليوم أو اللي عنده مستقبل يصير نجم واللي رح يقعد حد اليوم فادي فتال روحا فادي فتال انا استعجلت وقلت النجم رجعت استدركت وقلت اللي عنده مستقبل يصير نجم رح يقعد عندي او حد اليوم اهلا وسهلا فيك فادي فتال كثير فانز طلبوني على السوشيال ميديا بليز استضف لنا فادي فتال صار في فتالينز فتالينز نفتالين سوري شو اسمه فتالين فتالينز ايه عن جد صار في له كثير فانز وعندك انتشار مع انك اشتركت ببرنامج شوي كان محصور بالخليج العربي صح. بولفار المواهب بلبنان ما نعرض على ام بي سي يعني بس اوكي يعني اللي بيحضروا ام بي سي بس على المحطات اللبنانيه ما نعرض له بالعاده ذا فويس ينعرض على ال بي سي اي وغيره بس مع كل هيدا
على السوشيال ميديا واللبنانيين كمان على السوشيال ميديا تابعوا مشوارك ولحقوك وصار عندك فانس يعني صح. العالم بكره بدها تصير تعرفك ولا طلعت بلا هون وبس يعني خلصت كملت صار فيك تعمل اللي بدك اياه اسم الله عليك حققت الحلم تبع الفانس لك حبيب القلب لا منه حلم لا نحن وياك واحد استاذ فادي حبيب القلب انت انت ابن لبنان انا ابن دغري بتجي يعني وانا اكبر منك ب 20 سنه يعني لو تجوزت انا عمري 20 عندي ولد بعمرك عن جد يعني انا حاملك كانك ابني خبرني كيف صارت معك الخبريه شو وصلك ابو البار المواهب صدفه كثير غريبه انه كنت بالجيم ووصل لي مساج على الدي ام وانا كثير بيصل لي مساجات اذا بدي فوت برامج وما كنت صدقهم فكنت فاكرهم سبام فحكيتني بنت بعثت انا كل المساجات على الدي ام اذا اردت ان تنحف هو حتى يهون كلهم ما ولا مره ولا مره اجاني برنامج مواهب بس انت انت مشكل انه ما تصدقهم يعني ايه كفي لي ورحت صدقت بعد 2 ويكس سردت عليها وقالت لي بعت لي فيديوهات عنك وهيك بس ليش كنت عامل تسجل كفرز عامل 3 كفر سونجز بس كنت عم بتسلى كم فولور يعني. كان عندك 3000 اه يعني حتى منك كثير منتشر بالكفرز لا طبعا. ابدا هيدا حدا فان لك وحب الكفرز يعني ايه هالقد حدا من البروجرام يعني حكاني وشاف كفر سونجز تبعي وقال لي انه بده فيديوهات مصورين لايف وهيك أوكي. وكيف بتصرف قدام كاميرا وهيك اوكي وهيك صارت يعني حكيوني دغري قطعوا لي تيكت ورحت على السعوديه يعني انت من القلال بدل ما انت تقدم هني قدموا لعندك مزبوط. يعني هني اخذوك لك شو بيفرق بولفار المواهب عن غير برامج هوات نحن ما نحن مش حاضرين وما عندنا كثير تفاصيل يعني بولفار المواهب الفرق بينه وبين كل البروجرامات الباقيه اول شيء هو رياليتي شو يعني بيشبه ستار اكاديمي أوكي. يعني فيه ديلي يوميه فيه بس اكيد لانه نحن بالسعوديه لازم ناخذ احتياطاتنا فما كنا ننام بذات المحل أوكي. كنا ننام باوتيل كل واحد باوضه وكان اوف كاميرا يعني أوكي. بس التصوير بيكون باستوديو واو الادفانتج بهالبروجرام انه بيعملوا لك غنيه خاصه مع فيديو كليب لك بالبروجرام بتغنيها على الهواء عملت غنيه خاصه من شهرين من الحانه من الحان رامي الشافعي كلمات رامي الشافعي وتوزيع عمر صباح تحيه لرامي وتحيه لعمر اصدقائي واحبابي بيعتمد على السوشيال ميديا البرنامج يعني اللي بيجمع فولوورز بيساعده هذا الشيء يتقدم اكثر 100% يعني كثير جاي ترندي مثل ايامنا هلا صح قد ايه بلشت عندك فولوورز قد ايه خلصت بلشت 3000 عند 350000 350000 بدي بخمس اشهر اربع اشهر صامتك هلا انت بال يعني باخر البرنامج قد ايه ترتيبك كان هلا انا هو اخر شيء اخر شهر بيصير فيه تصويت اوكي وبتعرف انه هلا لبنان وضعه سيء جدا بالدولار وبالاقتصاد بس انتم جماعه السعوديه شو بهمكم عليك اول شيء بس قبل كل شيء بدي وجه تحيه للسعوديه لانه عن جد بلد بعقد ووجه تحيه كمان لكل اجواء الترفيه اللي عم بتصير واجواء الحفلات والاشياء اللي عم تصير النشاطات الفنيه مزبوط وتركي الشيخ كمان بدنا نوجه له تحيه لانه من وراه هو عمل هالبروجرام وخلينا نحقق احلامنا عرفت عليه لتركي يا ريت ما تعرف لا بس انه عرفنا انه هو كان الداعم للبرنامج هو مبدئيا مستلم الترفيه بكل المملكه مزبوط واعطونا الفرصه يعني حسيت حالي ببيتي السعوديه صارت بيتي مين كان لجنه التحكيم الحلو كمان ببرنامج انه اعطيناه يعني الريتنج تبعه كان كتير عالي بالرغم انه ما في فنانين اجوا على البروجرام وغنينا معهم يعني مش ضروري يكونوا عندك نجوم فنيه ليعلى ريتنج البرنامج البرنامج كسر الارض مع انه مش فنانين مزبوط ومدراء الاعمال ما يعني معروفين بس اوف كاميرا يعني كان في مدير اعمال حمائي اللي هو حمدي بدر ومدير اعمال هن لجنه التحكيم مدير اعمال ايه مدراء اعمال أوكي. مدير اعمال راشد الماجد اللي هو حسن طالب بوجه لهم تحيه كمان من وراهم كثير طورنا بالغناء وبالاداء على المسرح حدا منهم رح يدلك اعمالك ولا ما خاص لا يعني أوكي. انا مين ماضيت اداره اعمال ماضي مع بلاتينوم ريكوردز مع بلاتينوم دغري بالعالي وزياده عن هيك كمان بدي اشكر هشام بولس لانه هو كان الفوكال كوتش تبعنا بدي وجه تحيه كثير كبيره هشام بولس عن جد ساعدنا كثير خلينا نشوف شو عامل بالفوكال كفوكال كوتش هشام وسمعنا صوتك يلا غنيت كثير لوائل كفوري وائل كفوري هو اهم ايدل للواحد اللي بيطلع من برنامج مواهب لانه طلع من استوديو الفن وصار ايقوني بعالم الفن خاصه بلبنان وبالعالم العربي خلينا نغني له بدنا نغني صار الحكي لانه هيدي اول غنية خلتني انقبل ببرنامج يلا صار الحكي كله عنك يا ابو الفاد لك ما لزه صار الحكي بيناتنا كله عتب في شي انكسر جواتنا وما تسألي
مين اللي قرر يبعد ومين السبب من أول المشوار ما كنتي إلي صار الحكي بيناتنا كله عتب في شي انكسر جواتنا وما تسألي مين اللي قرر يبعد ومين السبب من أول المشوار ما كنتي إلي حسيت البعض بغمرتك حسيت البعض بنصرتك حتى اللف اللي بنصرتك كلها كذب كلها كذب عيونك عقلبي كذبوا واللي أنا مستغربوا هالوقت كله بهالقالب شو كنتي قاعدي تعملي صار الحكي صار الحكي صار الحكي بيناتنا كله عتب آه حلو كتير كتير حلو شكرا بسهولة فيك شيء يعني ما بشعر بسهولة بغني ايه بسهولة بغني فيك شيء من آدم فيك شيء من جوزيف عطية فيك شيء من كله على بعضه يعني صح. وفي سهولة وحتى فيك شيء يعني شوي من هيك من طلعات يعني وائل فيك شيء يعني فيك شيء من كل شيء بيشبهونا كثير لوائل ولآدم ولأدهم كمان ايه مع بعض الشكل بيساعدك ساعدك الشكل يعني أكيد. اليوم جاب لك فانز بنات اكيد هلا اذا تفوت على الانسايتس تبع الانستغرام تبعي قد ايه بتقول في برسنتج شباب بنات 60 40 مثلي انا 70 30 تقريبا شو عم نحكي 91 بنات 91 بنات بتبدل بتبيع الاكونت شو بدك فيه للاكونت ليك قد ايه بدك تعمل من المسلمين للفان كله على بعضه بدك تعمل من الفان خد لك 50000 دولار هلا هالسنه اعطينا لك لو رافتح واحد ثاني بنجمع هون كلنا بنقعد كلنا بالاكونت يعني بياخذ من كل واحد شباب صار معهم دولار تعال بس هلا الشباب عم بيقلبهم شو عم بيقلبهم شو عم بيعملوا كثير دولار كل جمعه طب احكينا عن الشغله المنيحه شو كانت الصعوبات اللي يعني انت قاعد لحالك اخ شيء ببلد مش بلبنان يعني وقاعد لحالك كان معك اهلك او اصدقائك لا بس اجوا اهلي فتره اوكي اجوا شي 5 ايام بعد شي 3 شهور بس قد ايه قعدتوا على بعضه 6 شهور منه هين تقريبا وانت صغير بالبيت مشتاقوا لك اكيد اكيد فمشان هيك جبتهم لعندي مرتين شو كانت الصعوبات غير انك شايت لاهلك الصعوبات هو كان تصوير يعني نحن كنا نوعى 6 الصبح نرجع 1 بالليل كل يوم تصوير ما كانوا العالم يعرفوا شو بنعمل فعن جد تعبنا كثير بالتصوير تنوصل احساسنا للعالم تنوصل شو بنعمل للعالم نحن كنا عم نعيش كل يوم بيوم ونفرجيهم شو بنعمل يومياتنا اوكي مين ربح البرنامج ربحه سالم الحمد سعودي وبدي بوجه له تحيه لان صوته كثير حلو وبيستاهل كثير الربح انت برايك اليوم اللبناني كونه بلد صغير وعدد قليل من السكان ما ممكن يربح على بلد مثل السعوديه او بلد مثل مصر او اكيد لا صعب صعب كثير لانه ما تنسى يعني اليوم مثلا الرابح شو اسمه جاي ذكرنا سالم سالم اليوم سالم كم فولور عنده 350 اه كمان ايه؟ يعني ما كثير تفوق عليه لا بس هو بدي لك شغله هو فولورز اول 4 اشهر فولورز اخر شهر ببلش تصويت يعني انا ظهرت لانه يعني ظهرت بالسيمي فاينل لانه ما طلع لي تصويت كافي بس بدك تشوف انه ظهر يعني ظهرت في عالم قبلي ظهروا من مصر من المغرب من تونس يعني انت ربحت على الناس من مصر هذا يلا طب ليك باللون اللبناني كيف كانت بمواويل مواويل ما شفتك غنيت هيك شيء بعدت عن اللون اللبناني لا بالعكس شيء من الحمزان وكله لبناني بس عم بحكي موال موال في ما انه محطوطين بعد ما حطيتهم والله ما انحطوا طب سمعنا موال يلا شو سمعنا بنغني دخلك والهوى شمالي يلا يلا حلوي بكفي حملك روحي بكفي يا حلوي بكفي حملك روحي بكفي بكفي الدنيا وبكفي حبك يا نور عيني بيا يا بيا يا بيا والحق كله على بيا ودخلك والهوى شمالي واللي هوا بقلبي شمالي
لا والله والله بتصيب حلو يعني وقت تغني لادم او او لادهم بتروح للرومانسيه ولملعبهم وقت تغني لطوني حنا وتروح لملعبه يعني بعطي كل غنية مين صوته حلو عندكم بالعائله كلنا بنغني بس يعني اهلي بغنوا صح حرام صوتهم مش حلو صوتهم منيح هذه بس تقول له انه بس تقول له بس تقول له واحد بس ثقيل بس بقول لك بس ادم ما خلص يعني هنا خلصوا ببعضهم فهمت عليك جدي صوته حلو الله يرحمه جدك الله يرحمه صوته حلو يعني انت اخر الباقين اللي صوتهم صح. حلو يعني سوري بس ماما وبابا يعني بتغنوا صح يعني مش حلو بس بتغنوا يعني يعني افضل ما تغنوا اذا بدكم مش هيك انت بس عم تقول بطريقه غير مباشره ولا حدا عند منكم يعني انتم ما لكم علاقه بالفن لا اليوم بس انت رايح على الفن يعني انا ماشي خيك شو بتشتغل مثلا خيب امريكا هلا بالاف ان بي يعني ما بالمطاعم هيك بامريكا يعني مغترب مغترب واو وعمل لي سيربريز اجى من امريكا على السعوديه لك شو حلو قد ايه صار له مغترب له سنتين مش شايفه يي الله يجمع العيال كلها يا فادي وبركي بيعمل لك تور بامريكا بكره اكيد بيعمل لك تور بامريكا واختي بالبنك فكانت بالبنك وينها وينها طب معك شيء من اللي اخذتهم اختك ولا يعني باللي شو اسمه اخذتهم معك معك كانت بالبنك ايه كانت بالبنك هيدي مثل بس ادم يعني كانت بالبنك هيدي كيف بغني صح كانت بالبنك يعني اهلهم ما بغنوا حلو صوتهم صح اختهم كانت بالبنك لا انا دارس هندسه اركيتكتشر يعني وكنت شايل الفن من راسي كومبليتلي فبس عندي شو اركيتكتشر اكستيريور لا عم تحكي جد هلا ما هلا شو بدك تعمل يعني انا اخذت شهاده ودقوا لي اخذت شهاده ورحت ابو الفضل المواهب وزفت لهم بالبار مبدئيا لانه كمان يعني هونيك الاركيتكتشر بتعقد بالسعوديه اصلا يعني ايه بس انت شو يعني انت خلاص ولا فن رح اعطي حالي فرصه بالفن اذا قلعت تكون قلعت بدي خبرك خبريه فادي مش كل اللي طلعوا من برامج مواهب عملوا مسيره ناجحه صح ما انا وبالتالي يعني يمكن ترجع تستعمل اركيتكتشر مضبوط اكيد يعني ما تهملها على الاخر لا ان شاء الله يا رب تلمع بالفن بس للاسف الشديد في كثير مواهب ما يعني بتعرف انت بين 10 مواهب اثنين بيطيروا صح وفي ثمانية يا بيعملوا مدخول عادي يا بيبطلوا بالفن مزبوط بتخاف من هذا الشيء؟ كثير بس انه ما بدي اياك انه بعد ما بلشني يعني مثلا الجمعة هون بدي اشوف شو الفيوتشر بلانز في كثير قصص بدنا نعملها يعني انت بلش على جراندي يعني بلاتينوم ما بلاتينوم وانا بعتقد انه انت بكلك على بعضك عندك مستقبل كبير يا فادي ان شاء الله مرسي. ان شاء الله يا رب سمعنا شيء لم الحمزان لانه كمان غنيت لم الحمزان يلا يلا حلو في حلو في انه للليل الضيوف اللي اجوا لعنا سام بيغنوا دقيقة من الغنية إيه؟ لأنه نقول له إن إحنا بيز ما تطولوا بالغنية سبع دقايق يعني إيه بتقول له غني لي من حمزان إيه؟ من حمزان ألبوم بغني بقول له بس غني لي من حمزان بيعمل لي مدة 8 ساعات ونص وبصير عاد يا جاد منتج ونزل حلقة من سبع ساعات تصوير لساعة ونص على الهواء تفضل تنسيها نحن وياك مش أكثر لا حبيبي ممنونك أنا تفضل أكيد حلو بس اللي عم تعمله حلو ومن بعد ممنونك أنا من بعد ممنونك أنا دغري بدنا نسمع غنيتك ونختم فيها يلا اتكل على الله ممنونك أنا عالبعد ممنونك عم عيش بهنا يا حبيبي من دونك ممنونك أنا عالبعد ممنونك عم عيش بهنا يا حبيبي من دونك هجرك ما ضيعني انت اللي قلبك ضاع ندمان شو يعني مطرح ما كنت رجع هجرك ما ضيعني انت اللي قلبك ضاع ندمان شو يعني مطرح ما كنت ترجع زعلان قلبي عليك ما في شوفك هيك عم يرشفوا ايديك والدمع بعيونك زعلان قلبي عليك ما في شوفك هيك ممنونك أنا عالبعد
معيش بهنا يا حبيبي من دونك يا رب تتهنى تنسى الأسى واللو من قلبي بتمنى عينيك تشوف النوم يا رب تتهنى تنسى الأسى واللو من قلبي بتمنى عينيك تشوف النوم. كتير حلو كتير حلو يا فادي. أول ما قلنا له ما عم بغني الأغنية كاملة غنيها كلها منكن يعني طلع لانه صغير بالعائله منكن دائما صغير منكن شو بتقول له بيعمل العكس مثل كارل ابني شو بقول له بيعمل العكس بيلس منه مان اول ما قال له مش معقول الوحيد بيغني دقيقه غنى اربع ساعات اسرح خليها كلها معلقه كني هلا ما راح منتجها. اهلا وسهلا فيك فادي بتجنن مهضوم ولذيذ وخفيف وقريب للقلب والكليب اللي راح نشوفه انت عم تغني راح نسمع راح نشوف الكليب من اخراج مين إلي فهد. أوكي. إلي. I miss you. صديقي. إلي فهد. رفقنا كل الدرب. كل الدرب هلأ وعمل فيديو كليبات بعقل. أوحش وحش بالعالم. إلي ساطر. إلي من كاميرا وضعه بيعمل لك عجوبة. وبس قبل كمان بدي بس أشكر حدا بعد. رئيس الفرقة تبع البروغرام اللي هو مارون يمين لأنه هو كان قائد الفرقة بالبرنامج. عبيبي يعني يا مارون. من وراء قائد راسي كبير من وراء كانت فرقه بتعقد وبدي اشكر بشار لانه بشار ادريس اجى معي على الفيولون بعقد وموهبه بتعقد وعن جد بيستاهلوا كل خير. ثانك يو والله برافو عليك ثانك يو. بلشت تشكر فرق مسيين لا ولا فايت مزبوط الاول بتعرف انه انا رابع سيزن لشكرت حدا منهم رابع سيزن انا ثالث سيزن قال لي انت مين خامس يعني كان عاملين 150 حلقه كنت بعد مش حافظ كل الاسامي صراحه لك حكون صريح معك اذا قلت بحبك لك خيط مثل هيدي الفقره. اهلا وسهلا فيك فادي شرفت يا بولفار المواهب انت حبيبي. يا بولدوزر المواهب نمر المواهب لعبه نمر المواهب لعبك نمر المواهب شنتك كان 6 اشهر نمر المواهب لا ماني عارف انا تايجر يعني على راسي تايجر هو اسمه فادي لازم يعطوا له بولفاد المواهب قوية بالفاد كتير قوية هاي حطت منتج سنتجي أكيد خدها ببلاش لا لك يا نمر تاني مرة البوس مرقط لك الليلة بس عسكر يلا لا لك يا نمر والكليب معه يلا تسمعها مني لازم انت تقنعني كلمة بحبك مش سهلي انه تطلع مني ما بكفيني حسها بس بقلبي لازم قولها بتفكير لانها بتحدد مصير انا اذا قلت بحبك يعني رح حبك عفور لو الدنيا وقفت ضدك اليوم موسيقية وفنية بامتياز ونهايتها وختامها مسك كتير كبير مع ضيفة يا أبو جيك طلة وابتسامة ساحرة ونجومية من أيام سوبر ستار خريجة سوبر ستار جاية من عائلة فنية عريقة بدي اسمع زقفة كتير كبيرة للنجمة بريجيت يا غيروحة سالو بريجيت سالو كومو صباح بنحكيك كيبيكوا لانه انت بال لا. انت وين قاعده تورونتو كيبيكوا مش هيك ايه بعرف كيبيكوا مش هيك عم بحكي فرنسي بس ايه نحن بنحكي طبيعي هن ما بيحكوا طبيعي ما بتفهم عليهم ابدا في حساسيات عرفت كيف موريال مثلا انت وين بموريال بموريال كومو سبالو شو قلت لك كومو صباح كيف شوي كومو سبالو
مثلا سريعين سريعين وبياكلوا بياكلوا كثير من بياكلوا كثير من الكلمات. هلا شو عم تعملي هنيك؟ عم تشتغلي بتغني هنيك؟ في حفلات بعمل حفلات هيك صغيرة كندا وامريكا. كندا وامريكا هلا كمان عم يحكوني لتور بامريكا ان الله راد ان شاء الله. انه طيب اليوم بتلاقي انه الغياب عن لبنان ما بيساعد، لان لبنان هو الفترين اخر شيء. اكيد يعني كل الفنانين بيجوا على لبنان شو ما كانت جنسيتهم بيجوا على لبنان ليبينوا اكثر. هيدي نحن يعني نحكيها بطريقه هيك يعني عاديه كل العالم تعرفها يعني. طيب من سوبر ستار اليوم بريجيت كل العالم بس خرجتي قالوا بريجيت بدها تكسر الدنيا بعدين تعمل امره شيء كثير كبير مش عم بمزح. وللاولى الامانه انت يعني شكلا مثلا مع العمر كثير احلى، انت كثير احلى اليوم يعني عم تتحلي كبراني. ايه كبراني براسه وما بدها قد ما فهمت كبراني عن جد كبراني. ايه بيني صرت بابا انه هاي البنت صغيره كنت بيبي كان عمري شو كان عمري 16 سنه وقت سوبر ستار اصغر مشتركه كنت مزبوط وبقيت للفينال انا الفنانه الوحيده اللي كنت عم مثل لبنان كبنات وكشباب وقتها والحمد لله وصلنا وقتها ايمن الاعتر. انت ثاني سيزون يعني انا دغري بعد بس يبدو انه في يبدو انه في لعنه صابت هذا السيزون لانه حتى ايمن الاعتر وينه اليوم ايمن الاعتر صوته بعقد بعقد صوته عن جد ايمن صوته بعقد وعمل غنديه كسرت الارض اول غنيه مزبوط. وبعدين اختفى اختفى انا هلا انا ايمن الاعتر عم بيحضرني بحب استضيفه. اي ايمن عن جد شاطر بالا صوته ولا هو مهضوم كان كمان اختفينا بس بالفتره اللي اختفوا فيها كل اصحابي بسوبر ستار انا بدي اقولها يعني انا اللي انطلب مني غني الحريري الله يرحمه طلب مني غني لعيونك فقبل ما يستشهد وحكي معي على التليفون وهو اللي نقاني بالاسم انه انا غنيه واو فكرمال هيك انا كنت بريجيت ياغي بس للاسف في كونترا كثير يعني الكونترا اللي كان موجود مع التلفزيون فيوتشر والازمه اللي صارت مع من بعد اغتيال الشهيد فصاروا ضايعين وفتت بمعمعه بدنا نحط لك مدير اعمال ما مدير اعمال يعني لل 26 سنه صار عمري 26 سنه من ال 16 لل 26 لقدرت انا فلت من كل هالقصص اللي صارت معي. بحب اسمعها من صوتك يا حبيب الروح. لا مش هيك رح اقول لك اللي انا قلت هذيك الطرابيش. ايه قولي لي يلا. قبل الغني معك وبعد الغني معك قبل الغني معك وبعد الغني معك ومن قلب الغني كلمي بتوشوش عم اسمعك ومن قلب الغني كلمي بتوشوش عم اسمعك معك لعيونك وعيون الناس اللي شربوا من منبعك لعيونك وعيون الناس اللي شربوا من منبعك بكرة معك دايماً معك بكرة معك دايماً معك معك لعيونك معك رزق الله نوستالجيا رزق الله جد نوستالجيا على أيام كل شيء كانوا يعملوا وقتها تلفزيون الفيوتشر كان روعة أغاني الأنصار أغاني المنتخب أغاني لعيونك أغاني أحمد قعبور هيدا نحن هولي أحمد قعبور إيه أكيد أغاني أحمد قعبور بس هولي هول نحن هيك بشكله جزء من وجداننا وجزء من ذاكرتنا حلوة أيام من تلفزيون الفيوتشر. أنت ربيتي على الفن الأصيل بريجيت ياغي أنت من تعبدو ياغي يعني نحن ما بتعرف شغلة أنا ما بلشت فيها لأنه بريجيت ياغي موجودة يعني ما بدي أقول دائما بنته لعبدو ياغي مع أنه عبدو ياغي جبل كبير وصوت كبير ورمز كبير سلم عليه كثير ووصيلي إياه وكنت عبالي استضيفه هون بـ The Voice Senior وقتها وما وقعت لي بكندا سائبت لانه وقتها فل اضطر يفل كمان سائبت وقتها اضطر يفل فقد ايه موضوع انك بنته لعبدو ياغي كان شوي بحملك مسؤوليه يعني ثقيل عليك اكيد كان ثقيل عليك يعني اذا ناس ما بتعرفني بنته لعبدو بسوبر ستار ايفن هي في بنته لعبدو طالعه شو اسمها يعني كل الوقت بيي ساعدني كثير لابني اسمي كمان يعني هيدا انا شرف لإلي اني بنته حبيبي يعني ونقطة ضعف بي هو بيعرف هالشيء هو في عضب عنده مهضوب هو كمان وصوت وأغاني ولذيذ وحضور وعم يكتب هلأ شو عم يكتب على قاعدة كندا أيه. على قاعدة كندا على بيكتب صاير بس بيكتب بس صار ساعة أكتر من كندا بدي أقول لك شيء شو ماينس 30 الحرارة بكندا ما بتحس بالسقعة مثل ما هون حسيت مش معقول هون شو عم بيصير بعدين خي الشتة مش بكتب السقعة بس الشتة
انت جبتيهم معك هودي بعتقد هيدي العاصمة بعتقد الحق علي ايه اسمها جريتا بس يسموها بريجريتا يسموها بريجيتا مش بريجريتا بريجيتا جريتا ما تكون بديار حدا ده بريجيت بتحب تحكي عن حياتك الشخصية ولا ما بتحبها؟ جوزتي وطلقتي بريجيت مثلا جوزتي وطلقتي مزبوط ليه؟ شو صار معك؟ ما اتفقنا شو حق عليك ولا عليه؟ حق على اثنين يعني اتجوزتي قد ايه وقت؟ كنت أعرفه قبل سنتين وعلى تاني سنة تجوزنا وعشنا مع بعض زواج حياة زوجية سنة سنة بس وطلقته؟ شو مش معاشرين بعض ولا صار شو صار؟ ليك ما خص بالنهاية كل أنا مع شغلة كتير مهمة قبل كنت استحق أولى في كتير ناس هلأ حيعرضوني بس كل واحد بيحكي حسب التجارب اللي قاطع فيها ما بتعرف الإنسان غير ما تعيش معه تحت سقف واحد يعني لازم يساكنه قبل يتجوزه أنا مع الشخص أنا مع هيدا الشيء إذا هيدا الشخص انت بتحبيه وخلص بدك اياه مع المساكنه نعم لانه ما حدا محل حدا وما حدا قطع باللي انا قطعت فيه او انت او حدا او غير حدا كثير جريئه بس على بيقولوا اكيد لانه انا قطع ما حدا محل بيقبل ساكنه عم تتجوزي انا جيت وصرحت له وللوالده قلت لهم انه انا من بعد اللي قطعت فيه نو واي ارجع اتجوز اذا انا يعني الفكره شيلتها من راسي كليا الا اذا انا هيدا الشخص حسيت له شيء وحبيته سكنت انت وياه 10 سنين بعدين بتشوفه لا. لا اكيد لا يعني هي منا لعب الشغله صحيح منا لعبه يعني مش مين ما كان والله يين عجبت فيه روح انا معه لا اكيد لا اكيد بس انه خلص حطته براسي هذا الشخص وهو نفس الشيء وجديين وبدنا نعمل عائله لانه انا ما تجوزت تقطلي انا تجوزت لاعمل عائله بس كتر خير الله مشاكل بحياتك الشخصيه اثرت على حياتك الفنيه لا ما اثرت لا كنت بوقتها عم تشتغلي عادي صح انا بي انا تجوزت بعد جمعه اجاني مهرجانات بعلبك ومن بعدها رجعنا وجو حلو يعني بعد كم شهر يعني ايه مش حلو لا هو لا ليك بدي اقول لك شغله من هي كان جوزي انا بحترمه وبقدره انا قلت حلو انا لا بس بدي اقول لك شغله جاب لك مهرجانات بعلبك يعني مثل وجه عاصي على فيروز انا عن جد الله يوفقه بحياته وما مش الحال ليك كثير بشعه تكفي بعلاقه من اولها مبلشه فيها في قصص غلط يلا شو رايك نغني وبلا يكون يلا هلا شو راح يصير راح يمر على الشاشه بتقولي ستوب بيطلع صوره فنان وبتغني له شو رايك يلا بنبلش بنقلع جايز يلا بدنا نقلع حاج طلاق وما طلاق شو بدك من الاخبار انت ولا جاي تلاقي لي ولا جاي تعمل برنامج ما لخبرك شو عملت الشهر خبرك هي جارتنا بس بعدين بعدين يلا خليني ساكت خليني ساكت قولي ستوب وردة الله يرحمها وردة الله يرحمها الله يرحمها انا كثير بحبها فكره عن جد يعني من اجمل الاغاني اللي دائما بغنيها بحبها يعني كل الاناث اللي بيغنوا بحبوا يغنوا لوردة يعني بتحسيها ريفرنس لما لا انا يعني بكل حفله لازم يكون في اغاني لوردة ومن اهمهم في يوم وليله الاي بي يسالوني عنك يا نور هلا شو حتسمعينا نسمع مقطع صغير ال اي بي يسالوني تعرفها ناجي اساتذه ولو كلهم اساتذه انا بمزح معهم هيك حبك مفرحني شو بحبها شو حلوه الغنيه شو حلوه الغنيه غنية. بس لانه بدنا نغني كثير ما بدنا نيجي نغني معقول انا غنيها بوجودي ست بريجيت يلا ثاني صوره يعني هو للست شوكه مش وردي يلا يلا ستوب نانسي عجرة نانسي من الفنانات اللي عن جد كثير بحبها وبحترمها لانه قدرت اهم فنانه جيلها
اهم فنانه بجيلها. اكيد يعني عم نحكي اليسا، عم نحكي لا بحبهم كلهم، بس نانسي هيك بتحسها عندها طابع خاص يعني. نانسي جمعت يعني نانسي جمعت التجاره بس مع الراقي يعني، صح. مع يعني ما صح. عملت ومع الصوت الحلو، مع الصوت يعني الحلو بتغني لايف، بتغني كله مزبوط. على بعضه. نانسي هي اللي عملت البيرفكت كومبينيشن من كل شيء، من كل شيء، من كل شيء يعني. مثلا اوكي هيفا فيها عندها اتراكشن رهيبه، بس صوتها اقل من صوت نانسي. اليسا كمان أحساسها. حضورها وقوي، استاذه على المسرح وشوا تبعها بالاغاني مخيف. اليسا بس اكيد يعني صوتها مختلف يعني عن نانسي. ما في وحده اصلا، ما في ولا فنانه بتشبه الثانيه، كل وحده ستيلها شيء يعني. اوكي نانسي شو اسمها لنانسي؟ قلبي بيسأل. لا عم بتعلق فيك شوي شوي، عم حس بحني ولا مرة حسيت بعمري اللي عشته أنا اللي إنك حاسس فيه، شايف شو بيحكوا عيني لما حلو يا بريجيت، كثير حلو. لك بيلبق لك لون نانسي، كثير بيلبق لك لون نانسي. لازم تبلشي تفكري بنبيل خوري مثلا هلا. نبيل عم بيسيب، مع عبير، عم بيسيب مع جوزيف قطيه، عم بيسيب مع نانسي عجرة. يلا واي نوت، انا بحبه كثير نبيل. مع انه هذه غنيه كمان زياد برجي يعني. ايه كمان الاستاذ زياد، يعني زياد استاذ، بس انه هلا لانه هالايام نبيل عم بيسيب زياد. ايه. عم بيسيب مخاص، بس انه كل واحد شيء. ايه بس هلا انا اذا بدك زياد او نبيل مش مشكل، ساعه اللي بدك نقب مان حبيباتك اثنيناتهم اخواتي الشباب. خلص انا كمان اخواتي بحبهم كثير. حبيبي زياد شحت له زياد على فكره كمان. يلا ثالث صوره عاصي الحلاني عم بمزح. ستوب. الله استاذ. استاذ هيدي الكلمه عن جد بتحبيه كثير، بحبه من انا وصغيره. انا صغيره يعني في اغاني له يعني القديمه يا عسل يا الكل يكسح الله مكمل جمالك مثلا. في وين اللي كان الروح، هي من اجمل الاغاني كمان. يلا يلا وين اللي كان الروح، وين اللي كان الروح. وين اللي كانوا الروح، بلسم لها المجروح، السيوف
تصلتني، لا عم تصلتني يا بريجيد، لا غبتي وجيتي عم تصلتني، عم تجقلي علينا بصراحة. أنا بحب غني. عن جد؟ بحب غني. في شغف. في شغف. هيدا شغفي. في شغف هائل. شغفي. آه وهذا شغف إلنا تكوني معنا. You saw it coming. You saw it coming. بريجيت خليني أقول شارك بيك بـ The Voice Senior، ما سمعنا رأيك بالموضوع، كنت بدي أعمل هذا الموضوع؟ أول شيء كنا كلنا معارضين. كان في انتقادات. إيه طبعًا. عبدو ياغي بيشارك برنامج معين، عبدو ياغي هذا. طبعًا بس اللي صار إنه البابا شارك لأنه أول شيء كيف عاملين البروجرام اسمه The Voice Senior وكان في كتير فنانين مقدمين. مزبوط. اوريدي هن فنانين معروفين ببلدهم. سو ما كان الوحيد يعني. ما كان الوحيد، وقال لي ليه أنا ما بدي أنزل مثل لبنان؟ في بعض أصوات في الفن حضارة بي. هيك قاعد يحكي. أكيد. بي قاعد. مع الجقرة بي بي عم بيقول لك الفن حضارة. مالك الفن حضارة وأنا حاسس حالي لك شو قال لي؟ حاسس حالي من جوا شاب عمري 14 سنة. واو. بدي أطلع فجر كل هالموهبة اللي عندي للناس الجديدة، هلا الجيل الجديد يتعرفوا مين عبدو ياغي. قال لي بأيامي ما كان في تلفزيونات وسوشيال ميديا، لأنه الوحيد اللي صح له فرصة كان على الأسود والأبيض يطلع فرصة ثانية. بالعكس بدي أطلع بدي أرفع اسم لبنان. وانا بفهمه بفهم هو شو احساسه، وكان وقتها تجربه رائعه. اي الحمد لله عنده شغف مثلك بنفس الدافع يعني. طيب سمعينا شيء لبيك؟ طبعا يلا. شو بدنا نسمع؟ ابو السواعد. يا ابو السواعد تعرفها؟ والسواعد ما إلو غير الصبا ووجه الحلو، بعده ولد زند وطري لا تعودوا قلبه بري، دلوا ع درب المرجل بنهر الرجول يعمدوا. يا ابو السواعد يا ابو السواعد يا شو بكي؟ كثير بدك طبال ودبكه ويا لطيف يعني. يلا. لك انت عن جد بنت عبدو ياغي، عن حقه حي، لكن مش مزح. الحمد لله. طلعتي فيكي كمان شقفه من يعني فيكي من عبدو ياغي. انا بشبه كثير يا ابو السواعد. ايه بغنيها مثله. اعطيتيني الفيلينج، يعني اعطيتيني الفيلينج. طبعا. مين اليوم خليفه عبدو ياغي اذا هيك سالتك سؤال؟ لانه في كثير ناس اخذوا هذا اللون، فارس كرم مثلا من ابرزهم. يقول له ايه بيلبقله فارس كرم، بحبه كمان اكيد. فارس كرم كمان تقل على المسرح كثير كبير. طيب تمثيل، انت درست تمثيل بريجيت؟ تمثيل وعملتي عادي او تمثيل اخراج وعم تمارس الاخراج؟ لا بحب كون انا قدام الكاميرا. بتحبي تكوني قدام الكاميرا؟ مثلتي بعده اعمال دراميه. اليوم وينك من الشركات الانتاج العربيه المشتركه اذا بدك؟ الصباح، ايجل، كل هول، فالكون، كلهم. صارت معي خبرية صغيرة إنه جرب في حدا كان عم يساعدني بشغله، وجربنا ناخد موعد من أحد الشركات اللي ذكرتهم اللي هن كتير كبار ومهمين،
جوابهم كان كتير صراحة الطريقة لقيمة، يعني ما بعرف كيف صارت. شو يعني جوابهم لقيمة عليك محل؟ إنه مش هيك الأمور بتصير، أكيد ما بدي أسمي الشركة، بس انطلب إنه موعد لينحكى باسمي، لأنه أوكي. أنا ما بدي أبواب حدا، في هي هيدا الإتيك يعني هيك بصير. مدير عمل يعني أو شيء؟ كان في حدا عم يساعدنا إيه، وطلب إنه why not خلينا نجرب. أوكي جرب، جربنا وكان الرد كتير بشع، إنه عيب لشركة هالقد مهمة على إن شاء الله. أنا أقل العالم. أوكي. بنت موهوبة بعبالها تشتغل وين، مش يعني عبالها تطلع تبين. عبالها كيف لما انفهم غلط. لما تدرس تمثيل عبالك مسلة. وعم يحكوا عني إنه طالع عم يحكي عني الزلمة. مش قالوا له سوري يعني. فطلبوا موعد من صاحب الشركة. سوري مش هيك مش هيك الأمور بتصير مسيو مع المسيو، عرفت إيه؟ شو كيف بتصير؟ قلت له عمره ما تكون انا موجود، اللي بده يشتغل معي اهلا وسهلا، ما بده اخر همه. عقلك انت سماوي منيح. مش سماوي، انا بحترم كل العالم، بس لما انه عيب عليك انه بدك علي احترام بالمقابل. طيب انا مثلا صارت معي، تنفترض بنت جديده طالعه، طيب ما ليه ما بتطلعوا مثلا بناس قصدك انت بحاجه انه يغيروا كمان. ايه مافيات. سوري مافيات. اوف كليكات ومافيات. مافيات وكليكات، اذا هي مش صاحبتي وهي ما هيدا انا ما بفوتها معي، واذا هي ما مشونا بقى. اوف ايه بعمرك انا شو عملت لك؟ والله انا ما خصني كل هول اللي عندك. انا ولا انا حالي مطايق. طيب اليوم بتحسي لك محل اليوم من ضمن ممثلات الصف الاول او الصف الثاني؟ بدي اقول لك شغله، انا بعد ما نعطاني حقي كتمثيل، لانه دائما الادوار اللي باخذها. روقي شوي، وجهك حلو على الكاميرا عم طلع. قمر اسم الله. ميرسي. عن جد قمر. ميرسي. برافو. عملتي مسلسل راح وبعد. اخر مسلسل كان برمضان الماضي انعرض كان خطوه يعني مش بحالك سلبيه؟ لا كثير حلوه، انبلى مسلسل عمل، وكان ضمن المسلسلات اللي بلشت قبل بس رمضان. بس ما بعرف الفيدباك تبعه كان منيح. في ناس كثير قالوا انه كثير طول وكثير مات ومبالغ شوي وحزين. هلا كل اللي نزلوا صراحه كان فيهم حزن. مزبوط. لانه الجو العام اللي كان موجود، بس بالنهاية أنا موجودة، واللي بيلاقي لي دور حلو مرتب وأنا بفوت بمخي أكيد. أنا بيجيني أدوار كتير. بس بيجيني كتير من مصر، أدوار مشتركة. أنا صورت صبايا مع شركة. مزبوط. بدبي وقتها كنا في سوريات. سورية، بنات سوريات، وفي أنا لبنانية الوحيدة، وكان في خليجية كمان. مثلي كتير قصص، بس انا ما بحب كون انه ايه انا كل موجوده على التي في، كان في اخذ حيلا شيء. طيب مع مين بتحب تمثل من الشباب اذا بحب هيك دقي ممثل؟ في عندنا كتير شباب. يلا. شاطرين. يورجو بديع، يوسف الخار، كارلوس عزار. كارلوس اوريدي صورت معه وعشر عبيد صغار، وكان كان في كتير كليك انا وياه بال. مين كمان؟ في مثلا اكيد بحب كتير يوسف الخال. كلهم يعني كل واحد كاركتير، انا بحب الكاركتير الرجال. بتحب الفيريل؟ بحب الفيريل. طيب يلا خدينا على البريك. شي موال ميجانا، شي عرني لك، رح غني لك بيت عتيبه غنيته بمهرجانات بعلبك. يلا اتكلي على الله، خدينا في على البريك. يلا ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا، اكبر جريمي عنا بقى أعطش أنا، وأكبر جريمي عنا بقى أعطش أنا، وأكبر جريمي عنا بقى أعطش أنا. أوف جمعني الحظ مرة بولف طيب، كنت ناوي بريق الجرح طيب، عزمني عبيته قلت طيب، رحت تخاطر المكسور طيب، امتي الأيد جفنه سيف طيب، منيح اللي رجع
رجعت عالبيت طيب وما ضل مطرح بجسمي وما نصايا يا طيب عالشمس وحدي ناشرين تيابنا وعالشمس وحدي بغنية اسمها بستاهل، غنية خاصة لبريجيت من كلمات وألحان ماي مطر. من وجهلها تحية الفنانة ماي مطر المبدعة والمالتي تالنتد متعدد المواهب، بتعزف وبتغني، وإن شاء الله يوما ما هتكون ضيفتنا أكيد صديقة ماي مطر حبيبة قلبنا، صديقتي كمان مثل أختي. بريجيت ممنوع تغيبي بقى؟ لا لا إن شاء الله، لا إن شاء الله. أنا هون أصلا هلأ عم حضر لأغنية تانية كمان مع شركة أرابيكا، غنية غير اللي هلا بدي غنيها كان بيننا كثير اكيد. وبما انه بدنا ننهي بدي اقول ميرسي للشبيبة كلها عن جد، ولك هشام بتعقد حبيبتي بريجيت، ولكل شرفتي وكنتي على قد المسؤوليه، يعني كنتي يعني بتعقدي بريجيت صراحه. انت بريجيت اليوم يعني خلينا نقول صوتك احلى من كثير ناس موجودين اليوم، يعني لازم تكوني بالصفوف الاماميه، ما فيك تيجي انه إن شاء الله فهمت شو قصدي، ما فيها تكون انه بس ظهور بلهون بس كل 3-4 سنين، فهمت شو قصدي؟ لا ان شاء الله بده يكون في لك مركز ثابت بريجيت. ان شاء الله على طول
ميرسي. بس اسمح لي بدي اقول عن جد فردا فردا ثانك يو لوسام خوري اللي هو كمان ورفقنا كمان شباب كله عن جد تعقدوا ثانك يو سو ماتش ثانك يو كلكم ذوق يا شباب ثانك يو. طيب شو ما رحتم؟ كان بدنا راح على مصر ليه؟ شو قصة مصر؟ كانت فكرة أستاذ محمد وشركة أرابيكا. حط عينك على مصر؟ طبعا يعني الواحد بده يفكر بطريقه شوي كمان ذكيه تجاريه. يلا لالك كان بدنا كثير وتحيه ل ل ل عربيكا استاذ محمد ياسين وبنشوفكم شباب جاي بحلقه جديده وارفار ميرسي مشاهدينا اي لاف يو كان بدنا كثير كان بدنا كثير حكايات ومواقف وحياه وطريق مع بعض كان بدي صور وخروج وسهر ضحك ومشاوي كان بدي كتير كان بدي المشي على النيل والشتاء والمطر وتفاصيل كان بدي وعود وهدايا وورود ميت سر وبمثل بس اني بعيش فاكرك على طول